الوصفات اللي موجودة بإذن معانا الله. النهاردة قبل ما الحلقة تخلص. دي كلها حاجات خاصة بالآلام بتاعة بالآلام، العظم. بفضل الله، آلام العظمة دي بصي حاجات من اللي هي اللي أنا لسه كنت بقول عليها، موجودة في مطبخنا، موجودة في حاجتنا، بس قلتها تعمل ألم. زي المغنيسيوم ده بيساعد العظم على الحفاظ على قوته، وموجود في الحاجات اللي زي السبانخ واللوز وحبوب الصويا. فيتامين د موجود في السلمون والتونة. الكالسيوم، الكالسيوم مش لبن بس، الكالسيوم موجود بقدونس وكرفس وجرجير وفلفل وبروكلي وبليلة وشوفان وحب الرشاد، وموجود في البروتين، المشروم، العدس، الفول، البقوليات، سلمون، تونة، سردين، كل ده كالسيوم. تمام. وفي دلوقتي الحاجات اللي هقولها دي علشان النشاط اللي تزود احنا مش النشاط. قادرين. بنجيب معلقه زيت، بحبه زيت البركه، على كوبايه عصير برتقال بنشربها صباحا كل يوم. طبعا التمر اتكلمنا عنه كتير. الخل بنجيب معلقتين صغيره وبنحطهم على كوبايه ميه عند كل وجبه. انت هتحسي في الصحه جامد بفضل الله. الرده فيتامين ب وفيها حاجات كتيره جدا وبتساعد على التخسيس وبتشيل الامساك. معلقه صغيره من الرده بعد كل وجبه. الشعير هيغسل معايا الكلى، فبالتالي هيغسل الجسم والالتهابات. هنحط من 30 ل 50 جرام من الشعير في لتر ميه لمده 30 دقيقه، ثم بيصفى ويشرب طول اليوم. الكرات، الكرنب، التين والمشمش، دي برضو من الحاجات بفضل الله اللي بتشيل الام الجسم وبفضل الله بتقوي العظام. تمام. اخر حاجه دي وصفه لازاله الرؤوس السوداء، دي كده هديه كده للبنات اللي 14 15 سنه يعملوها يا ريت. كان في سؤال معانا عن الموضوع ده، كويس ان انت جاوبتيه. هنجيب بياض البيضه عادي جدا، هنفصله عن الصفار ونجيب البياض بس ونحطه على وشنا وعلى الانف. وبعد كده هنجيب ورقه تواليت، اللي هو الورق بتاع التواليت اللي هو ورق الورق ده، ونحطه على كل وشنا مطرح ما حطينا البياض. هيلزق، سيبيه يلزق نص ساعه وتشيليه، وبعد كده تروحي شايلاه وتشطفي وشك، تعملي ميه ورد ده كل اسبوع بفضل الله مش هتلاقي خالص الرؤوس السوداء. كانه ماسك يعني. دكتوره